عدد كبير من الطلبة المصريين اللي كانوا موجودين في السودان الحمد لله وصلوا بسلام. كان في تنسيق كبير لعودتهم إلى أرض الوطن، وكان في تواصل بشكل مستمر بينهم وبين بعض وكمان مع المسؤولين المصريين. هتعرف عليهم دلوقتي ونشوف كانوا مقيمين فين في السودان. تعرف بيك؟ شمس الشرقاوي، بدرس علاج طبيعي في الخرطوم. مقيمة فين هنا؟ في المعمورة. كان في تواصل بينكم من زمالك؟ ايوه، كنا عاملين جروبات على واتساب مع بعض، بحيث مثلا لو حد محتاج حاجة ناقصه حاجة بس نتواصل مع بعض فيها. يعني هو انتوا كلكم ساكنين في نفس المكان؟ لا قريبين من بعض. يعني المعمورة 60 لف الجوبة دي كلها قريبين من بعض، يعني ما فيش 5 دقايق. كنتوا بتعرفوا تنزلوا تروحوا لبعض؟ لا دي صعبة، دي يعني اوقات صعبة، يعني في الظروف دي كانت صعبة، مش دايما يعني. هو ده كان صعب. طيب كنت بتتواصل معاهم ازاي؟ عن طريق جروبات الواتساب. كل جروبات واتساب. اه طيب انا كمان عايز اعرف حاجة مهمة جدا، انتوا كنتوا بتطمنوا اهاليكوا عليكوا ازاي؟ دي نقطة مهمة. لا احنا ما كناش بنقول لهم الحقيقة اصلا. الضرب كان بيتضرب علينا وبنقول لهم احنا امان وكويسين عشان خاطر ما يلاقوش علينا ولا يخافوا مننا. طب كويس. طبيعة التنسيق كانت عاملة ازاي بقى اول ما عرفتوا ان انتوا جايين مصر؟ اول ما عرفنا ان احنا جايين مصر الوزيره كانت معانا خطوه بخطوه، ويعني برضو على جروب الواتساب اي حاجه بتحصل كنا بنكلمها، حتى مثلا كنا بندخل نكلمها برايفت فكانت بترد علينا عادي. يعني كانت الصراحه سهله معانا في التعامل جدا، فده كان مسهل علينا بقى الاجراءات وكده، اللي هي مثلا اي خطوه جديده لا استنوا ما تخرجوش من البيت، في حاجه هتحصل كذا، في قرار هينزل كذا كده، يعني كانت معانا الصراحه خطوه بخطوه. طب هل كان في اي مشاكل عشان والله احنا واجهنا صعوبات كتير عشان نوصل اصلا الحته اللي هي جردهار تقريبا اسمها، عشان نوصل المطار يودينا هنا. كان احنا دفعنا فلوس كتير على فكره، الباصات هناك كان بينصب علينا كتير قوي من ناحيه الفلوس، وكان بيسحب فلوس كتير قوي يعني، لكن الحمد لله يعني وصلنا وطلعنا بالطياره وادينا اهو موجودين في مصر. الله يسلمك. والله تواصل مع اهلك ازاي؟ والله في كان في نت، بس كان النت برضه بيقطع يعني، وما كناش منهم. ما كانوش مطمنين عليك؟ لا طبعا، احنا كنا في اللي هو ايه، في الذروه بتاع الحرب، في المكان الاساسي بتاع الحرب. بينهم في اشتباكات في المنطقه اللي ساكنين فيها؟ طبعا كل انواع الاشتباكات، ضرب نار، قذائف طيران، كله. نقدر نقول الحمد لله على سلامتكم، نورتوا مصر. وعايزين نعرف منكم بقى ايه اللي شفتوه من جهود اتعملت عشان ترجعوا مصر بالسلام. هو اولا طبعا لما كنا بنرن مثلا الارقام القنصليه والسفارات كانوا بيردوا علينا، يعني ما كانش في مثلا مره نرن مثلا او كده ومثلا محدش يرد او كده، لا كان في دايما تواصل. الدكتوره سهل جندي كانت دايما بتتواصل معانا في الجروبات، حتى برايفت كانت بترد عادي جدا، يعني مثلا مش حد مثلا مسؤول لا ممكن ما يردش، لا عادي جدا بترد وكده. لحد اخر لحظه قالت خلاص طمنتوا عليكم، انتوا خلاص في دلوقتي في المطار. احب اشكر معالي وزيرة الهجرة ساعدتنا ان احنا نرجع، واحب اشكر القوات المسلحة وسيد الرئيس ان هم حاولوا يرجعونا يعني في اسرع وقت ممكن. طبعا احب نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزيرة سهى جندي ووزارة الدفاع طبعا والقوات المسلحة على المجهود الكبير اللي عملوه معانا دوت، ويعني بنتمنى جميعا يعني ان احنا نكمل دراستنا في مصر يعني ان شاء الله يعني باذن الله. طبعا كل الاحترام والشكر لاولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيره الهجره، يعني بصراحه كانت معانا لحد اخر لحظه، وبرده القنصليه والسفاره لحد اخر لحظه بيرنوا على اهالينا وطمنوهم، وكان تواصل لحد اخر لحظه ما فيش مره سابونا فيها. يعني طبعا احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المختصه اللي ساعدت ان احنا ننزل بالسرعه دي. احنا نزلنا بمسافه كلها على بعد 24 ساعه بالظبط، كملناش يعني، اتواصلنا معهم بليل كنا نازلين الصبح، فاحنا بنشكرهم على المجهود ده كله والله. بنشكر القوات المسلحه والوزيره والطبعا الرئيس السيسي في الاول انهم يعني ساعدونا وانهم خرجونا من المأزق اللي احنا كنا فيه ده، وكتر خيرهم. السلام. احب والله اشكر اي احد ساعدنا في الموقف ده بصراحه، بخصوص وزارة الهجرة والدفاع المدني وكل حاجة اللي ساعدنا والله نوصل مصر هنا سالمين. امين والله.